شويه رز بالشعريه، ممكن تكوني تعبانه على ديك رومي عاملاه، على فخده ضاني، على باميه جميله جدا تعبانه في تقمحها ولحمه، ولكن تيجي عند شويه رز بالشعريه تفاصيلهم صغيره، ولكن تلاقي الشعريه لونها غامق، لونها فاتح، حبه محروقه، حبه مش محروقه، الرز حبه مستويه، حبه مش مستويه، وهكذا. اسئله كتير على السوشيال ميديا، الرز بالشعريه يا شيفو غازي ما بيظبطش معايا زي رز حماتي، عشان كده جوزي بيزعل مني على السفره ويروح ياكل عند مامته. مقادير رز بالشعريه على الشاشه، شعريه دي رقم واحد، الرز بتاعنا المصري، المقادير كوبايتين رز كوبايه شعريه، او ثلاث كوبايات رز مع كوبايتين شعريه، خلي بالك دي المقادير اللطيفه. ومعانا ورق لورا، وحابه تحط حبهان هياخدنا سكه تانيه، ولكن انا مش حابه في الرز بالشعريه قوي الا اذا انا هعمل معاها حاجه تانيه. المقادير بسيطه وسهله، معلقتين من الزيت ومعلقتين من السمنه، او الزيت بس والسمنه بس حسب الرغبه. اول حاجه هحمرها الشعريه، حلوه قوي الشعريه، طبعا احنا في جو البرد، تلاقي السمنه ماسكه نفسها، بنحطها هنا كده، معلقه سمنه حلوه كده من ايدك اللي جايباها حماتك في اخر الاسبوع وجايه تزورك عشان ان هي تاكل اكله حلوه من ايدك، خلي بالك. ويا سلام لو فاجئتها كده باكله حلوه في ساعه انسجام وساعه روقان، جوزك اللي هو ابنها قال لك ماما بتحب تاكل كذا وهكذا، فتقدري تعمليه كويس قوي قوي قوي، وتاخدي التركايه من الباشا وتفاجئي حماتك بيها. هو ده جبران الخاطر، هو ده الكلام الحلو، هو ده الكلام اللطيف اللي ممكن اي مشاكل بعدها تتحل والتلج يدوب وكل حاجه تبقى زي الفل، انك تعملي اكله بتحبها حماتك او ماما جايه تزورك وتفاجئها بيها. شفتي حماتي النهارده عامله لك حله كرنب حكايه، وانا اللي لفيتها لوحدي ما ساعدنيش حماده خالص فيها. ورق اللورا مشكلتنا معاه ان هو بيدينا الطعم بعدين، ما تحطوش بودر في قلب الرز بالشعريه، هيغير لك الطعم بتاع الرز، خلي بالك. فتتعملي ايه بقى؟ التركايه بتاعت المغازي، حط الورق اللورا وفي قلب السمنه، تقومي تاخدي الايه؟ الفليفر والطعم. تحط الحبهان في قلب السمنه، تقومي تاخدي الفليفر او الطعم، واحنا شغالين، حلو قوي. قبل ما ورق اللورا ياخد لون معايا، ابص عليه كده، ابدا اشيل ريحه حلوه. ضيعت الشماخه بتاعت السمنه او الزيت اللي انا بحمر فيه، شفت الورق اللورا؟ اوعى تستنى عليه لما يسود، انا بس عايز احمره تحميره كده. شفت تركايه بسيطه خالص؟ زي ما بقول دايما، تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد. الزيت هنا لونه اتغير وطعمه اتغير. ننزل بالشعريه بتاعتنا، يا ويلي هو ده صوت الشعريه وهي نازله مع السمنه بتجوع. وحمر، وخلي بالك ما تمليش من موضوع التقليب ده. عندك بيبي صغير ربنا يخليهولك، الاطفال دايما بيشغلوك وانت في المطبخ، سمعتيه بيبكي مثلا وده وارد، تسيب الشحل على النار وتجري ترجعي تلاقي الشعريه سودا وتحصل مشاكل، تقول دخلت الشيف المغازي قال لي حط. لا بتبصي بعيدينا عن الحاجات دي خالص، خلي بالك. هتروحي تعملي اي حاجه خاصه الشعريه شيليها من النار، اما لو لحمه بتغلى على النار سيبيها. حطيت الرز بالشعريه، وطي النار وقصرن عليه النار وسيبيها، انما الشعريه بتتحمر على النار ما تشغليش نفسك باي حاجه، خلي بالك. تحمير مستمر، ونار عاديه خالص، لان الشعريه في لحظه بتيجي واخده لون. ازاي؟ تبقي بتقلبي كده وعينك خدت على اللون، فجاه تلاقي لونها اتغير. وفي مشكله بتحصل معانا على فكره، ان احنا بنشيل حله اللي بنحمر فيها الشعريه ونركنها على جنب بعد ما بتتحمر، تيجي تقلبيها بعد 3 دقايق او 4 دقايق علشان تحط عليها الرز، تلاقي الشعريه لونين عندك. ما انت مش جاي على بالك ان هنا العظم بتاع الحله او المعدن بتاع الحله او ارضيه الحله هنا فيها درجه حراره، فالشعريه اللي هي لابسه الارضيه بتاعتها خدت لون واللي فوق لون، ده ما ينفعش. الشعريه هنا لازم تقلبيها حتى لما ترفعي الحله من النار. والله العظيم قسما بالله انا بتكلم اللي في قلبي، وده اللي بيحصل يعني، ده حصل معايا بالفعل. حمرت الشعريه وزي الفل وعجبني لونها، جيت شايلها على جنب كده وحاططها، ده الكلام ده وانا صغير وانا لسه ايه كي جي 1 يعني بتعلم. جيت جهزت الرز واقلبه مع الشعريه، اجي اقلب الاقي الشعريه لونين، ايه ده؟ حد مولع النار ومش قايل لي؟ لا، ما انت يا غالي يا ذكي ان الحله سخنه والشعريه هنا محطوطه فين؟ في الحله، فهنا اللي قريب لارضيه الحله لونه اتغير، لونه بقى غامق، فاصبحت الشعريه لونين. ده مهم جدا على فكره، التفاصيل الصغيره دي مهمه جدا. تحمير مستمر وما زال التحمير مستمر. الرز بتاعنا يتغسل مره اتنين تلاته، وبعدين نصفي منه الميه حذاري،
انك تخلي الميه في قلب الرز وتقولي انا نقع الرز عشان ما ياخدش وقت كبير في السوى. خدي بقى الحته اللي جايه دي جامده قوي بقى، دي تركايه ايه عند الشيف المغازو بس. قليل من الملح وخليكي فاكره انك حاطه ملح، اوعي تنسي. على الشعريه في حاله التحمير بيخليها كلها لون واحد، زي الفل. الملح اللي انا حطيته ده كفايه علشان الرز بالشعريه، اوعي تحطي ملح تاني، خلي بالك. شفت الشعريه خدت لون ازاي؟ ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ اراهن ان تلاقي حبه فاتحه ولا حبه غامقه، معانا التفاصيل والصوره الحلوه. خدت لون ازاي؟ خلي بالك انا بعلم على السفره سواء اتعزم او اروح بوفيه من الرز بالشعريه، عجبني الرز بالشعريه يبقى بقيه الاكل تمام. عجبني طبق السلطه اللي محطوط على السفره يبقى بقيه الاكل تمام، حاجات صغيره اهيت بس هي اللي بتقول ايه؟ ان في اهتمام في المطبخ. شفت اللون بتاع الشعريه؟ لون كهرمان. كفايه كده حسب الرغبه، انا من الناس اللي يحبوا لون الشعريه كده. بيبقاش لون غامق. ناخد الرز بتاعنا. اللهم صل على النبي. اتغسل مره اتنين تلاته، صفيناه من الميه جيدا. دول كفايه. ونقلب كده. الله 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 على الحلاوه. شويه بقى اقول لك ايه، شويه الرز بالشعريه دول ده دلوقتي لما ننزل بالشوربه عليهم ريحه الشعريه بعد التحمير وننزل عليها بالشوربه حكايه، بتنها ماشيه في الشقه لغايه لما تخش جوه في الصالون. الشعريه بالذات وهي بتتحمر. شفت الحلاوه؟ خلي بالك انت حاطه ملح، اوعي تنسي وايدك تروح على الملح، ازعل منك. هنزعل الراجل ولا هناكل ولا اي حاجه، يبقى الرز بالح والرز اتحط على السفره مالح ملوش اي علاج. خلي بالك ممكن لو هو لسه في الحله واكتشفنا الموضوع نعالج المشكله دي ازاي. تصلي على الحبيب الاول قلبك يطيب. حلو الكلام. نعمل ايه يا مغازي؟ بطاطسايه حطيها في قلب الرز تمتص الاملاح الزائده. شفتي عينيا؟ شفت الرز بالشعريه حكايه. في عملية تنسيق ما بين الشعرية والرز. زي الفل كده غطيته تمام زي الفل. وبعدين جيب لي بس كده بالله عليك حبيت شعرية فاتحة ولا غامقة؟ تقول الشيف ده ما بيعرفش حاجة. ناخد الشوربة الحلوة بتاعتنا الجميلة. يلا اللهم صل على النبي. ايه الحلاوة دي؟ ايه الجمال ده؟ ايه الشياكة دي؟ بوكي جردي. مش مية من الحنفية، مش مية من البراد بتاع الشاي. الاهتمام مهم جدا في مطبخك. الاهتمام فيه تفاصيل كتيرة. تقليبة التانية بس خلاص. حلو كلام. أم الله يرحمها كانت تعمل تركاية كده كانت عينيا تشوفها بصراحة يعني. أنا كنت أخش المطبخ معاها وهي السر في إن هي توصلني أكون شيف شاطر، سواء بإن هي علمتني وكنت أحب آكل من إيديها دايما، وسواء إن هي كانت دعوتها طبعا اللي واقفة معايا لغاية دلوقتي. دايما تحط معلقه سمنه بعد الرز بتشرب ميته. ايه السر في كده؟ سر الهي بقى. تلاقي طعم السمنه والزبده في قلب الرز حكايه. اذا حطينا الرز على النار وبيغلي يبقى لازم في مثل يقول لك اطل على الرز لما يستوي. اوعي حذاري تهدي النار على الرز قبل ما يغلي. ايه اللي هيحصل؟ هيعجن منك، هيبقى حبايه وحبايه مش مستوي، مش هيبقى لطيف على السفره. وخلي بالك من اسرار السفره الناجحه انك تلاقي عليها شويه رز بالشعريه ورز ابيض طعمهم تاني خالص. هنغطي الحلقه بتاعتنا وناخد بعضينا ونطلع فاصل. اوعى تروحوا بيت. هناخدها كده. الرز بالشعريه اخباره ايه؟ تبص عليه بصه كده. صلى على الحبيب، بالله عليك تصلى على الحبيب. شوف الرز بالشعريه، شوف شوف الشعريه وتفاصيلها، شوف الجو ده. هو ده. تقليبه كده صغيره. هو ده. عينيا. يا ويلي يا ويلي، انا من عشاق والله بحب اكله حاف من غير اي حاجه خالص، صدقوني والله العظيم. مدام بتسمعني دلوقتي وعارفه الكلام ده، انا احب الرز بالشعريه زي ما هو كده. معلقه السمنه، معلقه السمنه دي كده على الوش كده. بص بص بس غطيها زي ما هي، اوعي تقلبيها. انا امي كانت تعمل كده. ونغطيها ونركنها على جنب. يلا مع السلامه. شويه الرز بالشعريه اللطاف الحلوين. لا والرز الفلفل ما اقولكش. مركب معلقة السمنة بتاعة أمي على وش الرز، بتدوب بقى في قلب الرز، بتدي لمعة للرز، بتدي طعم الخير للرز. والرز بالشعرية من غير معلقة سمنة بلدي ملوش شخصية،
اكتبيها كده عنوان: الرز بالشعرية من غير سمنة بلدي ملوش شخصية. يعني ايه شخصية؟ يعني قيمة غذائية، يعني طعم، يعني شكل، يعني شماخة. اللهم صل على النبي، ألف هنا وشفا للياقة. مش محتاج أي برزنتيشن، ده مكانه. ألف هنا وشفا للياقة. We'll be right back.